بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المحاضرة في سلسلة محاضرات الإعجاز المعرفي في القرآن الكريم وسنة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي تركز على الإعجاز المعرفي في قصص الأنبياء، حيث يقول الله عز وجل واصفا قصص الأنبياء في سورة يوسف آية 111: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي في قصص الأنبياء عبرة ودروس لأولي الألباب، أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في القرآن الكريم. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، أي أن قصص الأنبياء تحتوي على أدلة صدق، على صدق الرسالة المحتوى في القرآن الكريم وسنة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتفصيل كل شيء، أي أنها تحتوي على تفصيل كافة المعارف، أي يمكن استنتاج وتعلم كافة المعارف من قصة الأنبياء، أي أن الله عز وجل أعطى مثل في كل قصة نبي، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي أن في قصة الأنبياء هدى وموعظة للناس ورحمة لقوم يؤمن بالله عز وجل ويتفكر في القرآن الكريم. هذه المحاضرة بعنوان الإعجاز المعرفي في قصة موسى عليه السلام، وسنركز إن شاء الله في المعرفة اللي يمكن تعلمها من رحلة موسى عليه السلام مع العبد الصالح وفي جزئية قتل الغلام. فكما يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم بأن الله عز وجل هيئ الأمور بأن موسى عليه السلام ذهب في رحلة مع العبد الصالح وحدثت أحداث معينة في هذه القصة. ففي هذه المحاضرة إن شاء الله سنتفكر في سرد الله عز وجل لما حدث بين موسى عليه السلام وعبد الصالح، وفي جزئية القصة وفي قتل الغلام، وبحور المعرفة اللي يمكن تعلمها من هذه الجزئية. فعندما قتل عبد الصالح الغلام وسأله موسى عليه السلام عن سبب ذلك، كان الجواب العبد الصالح كما يذكر الله عز وجل في سورة الكهف آية رقم 80: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. صدق العظيم. فإذا تدبرنا كتاب الله عز وجل كما يعظم الله عز وجل القيام بذلك، وليس فقط عن طريق القراءة السردية للكتاب، فنجد الله عز وجل استخدم كلمة فخشينا. فكلمة فخشينا تفيد بأن النتيجة النهائية للغلام جنة أم نار، سواء من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار، ليست مكتوبة، لأنها لو كانت مكتوبة لما استخدم الله عز وجل كلمة فخشينا. فنلاحظ أن استخدام كلمة فخشينا تعني أنه من الممكن أن يكون من أصحاب النار وأنه ممكن أن يكون من أصحاب الجنة. فإذا يعلمنا الله عز وجل في هذه الجزئية من قصة موسى عليه السلام عبد الصالح بأن نتيجتك النهائية من أصحاب الجنة وأصحاب النار ليست مكتوبة، وإنما تصنع بالقرارات التي تفعلها في هذه الحياة الدنيا. وهذا هو دليل من القرآن الكريم، وهذا تفسير إن شاء الله كلمة فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فممكن أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وممكن أن لا يرهقهما طغيانا وكفرا. فكما أبين إن شاء الله في الشرائح التالية، لأن هذا الفهم مهم جدا، أن كثير من الناس دخلوا في فهم خاطئ للقدر، وأنه مكتوب عليه أن يكون أصحاب كذا وأصحاب كذا، وهذا فهم خاطئ للقدر ولنتيجة الإنسان. فنلاحظ أن كثير من الناس عندهم فهم خاطئ للقدر، فحجتهم هي الآتي: فمن المعروف أن الله عز وجل يعلم إذا كنت تميل للشر أو للخير، فمن ذلك فهم الناس، معظم الناس، أنك مقدر عليك في يوم معين وفي لحظة معينة ترتكب الشر على سبيل المثال، يعني أن حياتك جميعها مسيرة، وهذا طبعا خاطئ. الآن ما هو دليل منطقي على أن هذا الاستنتاج هو خاطئ؟ على سبيل المثال، إذا ارتكب الإنسان في لحظة معينة في يوم معين فاحشة، شيء يغضب الله عز وجل، فكيف كتب الله عز وجل عليك فعل الفاحشة؟ إن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء. فإذا حياتك مسيرة معنى ذلك أن الله عز وجل كتب عليك أن في ذلك اليوم أن تقوم بالفاحشة، ولكن الله عز وجل يذكر في القرآن الكريم أن الله لا يأمر بالفحشاء، فهناك تعارض. فإذا معنى هذا الأمر بأن حياتك هي عندك القدرة أن تتخذ القرار، والله عز وجل حاسبك على قراراتك، وأن حياتك ليست مسيرة وإنما تصنع بالقرارات التي تتخذها.
هناك موضوع يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم له علاقة وطيدة بهذا الموضوع، هو التسيير والتخيير. فكما بين أمامكم في سورة الأحزاب، الله عز وجل يقول الآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. استغفر الله العظيم. فالسؤال الآن: ما هي الأمانة التي عرضها الله عز وجل على خلقه؟ الأمانة التي عرضها الله عز وجل على خلقه هي على الإنسان، هي القدرة على اتخاذ القرار. فالله عز وجل الأمانة التي عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، هي القدرة على اتخاذ القرار وأن تكون مسؤول عن نتيجة القرارات تتخذها. فهذه الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، أنهم يكون لهم القدرة على اتخاذ القرار ولكن يكونوا مسؤولين عن قراراتهم وعن نتائجها. فإذا استخدموا هذه الهبة وهذه القدرة فيما يرضي الله عز وجل يكون لهم أجر أنبياء وأجر كبير عند الله عز وجل، أما إذا استخدموها فيما يغضب الله عز وجل فيكون العقاب شديد جدا. فهذا هو تفسير إن شاء الله. وأشفقنا منها، أشفقنا من ثقل هذه المسؤولية. فهذه الأمانة هي هبة من الله عز وجل، إن هي القدرة على اتخاذ القرار وأن تكون أنت مسؤول عن قرارات تتخذها. فحياتك تتخذ فيها قرارات، وأنت من الله عز وجل كرمك بهذه الهبة لينظر كيف تعمل. فهذه هي الأمانة إن شاء الله يتعرضها الله عز وجل على سماوات الأرض والجبال وحملها الإنسان. ويذكر الله عز وجل أيضا في القرآن الكريم في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. استغفر الله العظيم. الآن يعني كما ترون أمامكم على الشاشة، تفكر في هذه الآية الكريمة. كيف فضل الله عز وجل بني آدم؟ عن طريق إعطائهم القدرة على اتخاذ القرار، وهي هبة من الله عز وجل، مما يترتب عليه قرب الإنسان من الله عز وجل والحصول على مرتبة أنبياء إذا استخدم هذه الهبة لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. فالله عز وجل كرم بني آدم إعطائهم هذه الهبة وهذه المقدرة على اتخاذ القرار، والله عز وجل يريد أن ينظر كيف يعمل الإنسان بهذه الهبة. إذا استخدمها فيما يرضي الله عز وجل فإنه يكون له أجر أنبياء ويكون مقربين إن شاء الله إلى الله عز وجل. وفي المقابل إذا استخدمها فيما يغضب الله عز وجل فيكون العقاب شديد. ودليل على صدق الاستنتاج من القرآن الكريم بأنك مسير في هذه الحياة، وأن قراراتك هي تحدد النتيجة النهائية سواء من أهل الجنة أو أهل النار، نجده في سورة يونس في آية رقم 14. الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. استغفر الله العظيم. فالله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة: لننظر كيف تعملون، لننظر كيف تعملون، تفيد المستقبل. ولو أن كانت حياتك أنت مسير فيها، فالله عز وجل كان يستخدم ننظر كيف عملتم، فننظر كيف تعملون أي أن النتيجة النهائية تكتب حسب القرارات وليست مقررة سلفا. وهذا دليل صدق على الاستنتاج من القرآن الكريم بأنك مخير في هذه الحياة الدنيا، وأن قراراتك هي تصنع النتيجة النهائية، وليست أنك في بطن أمك كتب عليك أن تكون من أصحاب الجنة أو أصحاب النار. إذا ما رجعنا وتدبرنا مرة أخرى في جواب العبد الصالح على سؤال موسى عليه السلام عن سبب قتل الغلام، نجد أن في نفس الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. استغفر الله العظيم. فهذا غلام صبي صغير. فالسؤال الآن عن طريق تدبر الآية الكريمة: كيف عرف الله عز وجل أن الغلام سيكون ميال للطغيان والكفر؟ صبي صغير، كيف عرف الله عز وجل بأن هذا الغلام سيكون ميال للشر والكفر؟ وهذا تفتح هذا التفكر بحول المعرفة في كتاب الله عز وجل كما سنوضح في الشرائح التالية. نجد الجواب على هذا السؤال في كيفية أن الله عز وجل عرف أن هذا الغلام سيكون ميال للطغيان والكفر. إذا تدبرنا الآية الكريمة المبينة على الشاشة في سورة الأعراف، الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. استغفر الله العظيم. فالله عز وجل عندما خلق آدم عليه السلام خلق ذريته بالكامل، وهذا الخلق كان عبارة عن خلق أرواح، أن الله عز وجل خلق أرواح
روح علي، روح محمد، روح زيد، روح فاطمة في ذلك الوقت، وخاطب الله عز وجل هذه الأرواح وأشهدهم أنه ربهم، قالوا بلى شهدنا. فالله عز وجل خلق الأرواح قبل خلق الأجساد، وامتحن الله عز وجل هذه الأرواح امتحان روحاني، ومن هذا الامتحان الروحاني تمايزت الأرواح في قربها من الله عز وجل، فمنهم المقرب لله عز وجل مثل محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم البعيد عن الله عز وجل، فتمايزت الأرواح من هذا الامتحان الروحاني. ثم الله عز وجل أمات هذه الأرواح، ثم الله عز وجل بعدما أمات هذه الأرواح، فعندما خلق الجسد الذي سوف يحتوي هذا الروح على سبيل المثال جسد علي، الله عز وجل نفخ روح علي في جسد علي فأحياها مرة أخرى. فهذا يفسر قول الله عز وجل في سورة غافر، فيوم القيامة بعض الناس يقول لله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، قال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، استغفر الله العظيم. فإذا تدبرنا الكلمتين أمتنا اثنتين، فبعض الناس يوم القيامة يقول لله عز وجل أنه أماتهم اثنتين أي مرتين. الآن الناس يعرفوا الموت في هذه الحياة الدنيا، أنك ستموت في هذه الحياة الدنيا، وبعد هذه الموت هناك بعث، وبعد البعث لا توجد موت أخرى. فالذي يعرفه الإنسان هو في المستقبل هي موتة واحدة، فيجب أن تكون الموتة الثانية هي حتى في الماضي. فهذا تفسير إن شاء الله قول الله عز وجل بأن الأرواح عندما خلق الله عز وجل أماتها، وهذه كانت الموتة الأولى، ثم الله عز وجل وضع هذه الروح وأحياها في الجسد، وسيموت الجسد وهذه الموتة الثانية. فإذا الميتة الأولى هي موت الأرواح التي خلق الله عز وجل قبل خلق الأجسام، وامتحن الله عز وجل هذه الأنفس في حياة قبل هذه الحياة الدنيا، ثم أماتها وأحياها عند خلق الجسم الذي يستقر به، وعن هذه الطريقة يعلم الله عز وجل الإنسان يميل الخير والشر في هذه الحياة الدنيا. فنرجع إلى سؤال إن كيف الله عز وجل عرف بأن هذا الغلام سيكون ميال للطغيان والكفر؟ عن طريق النتيجة الأولى في امتحان روح الغلام، فالله عز وجل قبل أن يحيي الغلام امتحن روحه، فكانت نتيجة الامتحان بأن هذه الروح ميالة للطغيان والكفر ومعصية الله عز وجل. فمن هذا الأمر عرف الله عز وجل بأن هذا الإنسان سيكون ميال للكفر والطغيان، وعلى أساسها الله عز وجل أراد أن يبدل هذا والدي هذا الغلام بنفس أزكى وروح أطهر. فهذه إن شاء الله هي تفسير قول الله عز وجل ربنا أمتنا اثنتين، والآلية العلمية التي عرف الله عز وجل من خلالها أن هذا الغلام سيكون ميال للخير والشر. فنلاحظ سبحان الله عز وجل يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، صدق العظيم. فحتى علم الله عز وجل، الله عز وجل يهديك في القرآن الكريم إلى الطريقة العلمية والمنهجية التي يعرف الله عز وجل من خلالها الإنسان ده ميال للخير والشر، فالله عز وجل يفصل لك هذه الآيات لكي تكون على يقين بالله عز وجل. فألخص إن شاء الله اتحدثت به، فإذا تدبرنا هذه الجزئية في قصة موسى عليه السلام عبد الصالح جزئية قتل الغلام، نلاحظ أنه أولا أن الله عز وجل علمنا النتيجة النهائية جنة أم نار غير مكتوبة على الإنسان، ولكنها تصنع بالقرار تتخذها، وهذه الأمانة التي الله عز وجل عرضها على الإنسان هي قدرة على اتخاذ القرار، ومنها تصنع النتيجة النهائية جنة أم نار. ثانيا الطريقة التي تعرف بها الله عز وجل أن الغلام سيكون أقرب الكفر والطغيان هي عن طريق معرفة الله عز وجل نتيجة امتحان روحاني في الحياة الأولى لروح الغلام، ومن هذه النتيجة عرف الله عز وجل أن الطفل سيكون ميال للكفر والطغيان. ودليل آخر من القرآن الكريم على صدق الاستنتاج بأن حياتك غير مسيرة ولكن تصنع بالقرارات التي تتخذها، في سورة الإسراء آية رقم 8 الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، استغفر الله العظيم. فدليل آخر في هذه الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل يؤكد أن مصير الإنسان جنة أم نار ليس مقررا مسبقا، فيبين الله عز وجل أنه إذا عاد بنو إسرائيل عن أعمالهم التي لا ترضي الله عز وجل فإنه سيرجع عن تعذيبهم في الحياة الدنيا والآخرة، فهي ليست مكتوبة، هي تصنع بالعمل الذي تعمله. فإذا النتيجة النهائية غير مكتوبة مسبقا ولكن تصنع من القرارات تتخذها معشر الجن والإنس. وطبعا هذا إخواني وإخواتي فهم مهم جدا من كتاب الله عز وجل، إن كثير من الناس يقول أنا مكتوب علي أعمل كذا وكذا فلا يسعى ويحمل كل شيء على الله عز وجل وأنهم كتب عليه أن يفعل كذا ويفعل كذا،
ويصبح في متاهة ويصبح في ضياع. فهذا الفهم القرآن الكريم مهم جدا، لأنك أنت والله يؤكد القرآن الكريم أن ليس الإنسان إلا ما سعى. أنت سعيك هو الذي يقربك الله عز وجل، هو الذي يجلب لك الفلاح في الدنيا والآخرة، وليس أنك حياتك مكتوب عليك وأنك ستعمل أمور سواء شئت أم أبيت. هذا فهم خاطئ للناس في أمر القدر. الفهم الصحيح بأن نتيجتك النهائية وأعمالك وتحصيلك هو مقدار سعيك وتوكلك على الله عز وجل.